أبو عبد الله ياسر النجم الكبير ودع الملاعب بكرة. لا شك اللاعب يعني مسيرته يمكن ضخمة، مسيرة كبيرة، خدم المملكة العربية السعودية أولا عن طريق المنتخب، ساهم في وصول المنتخب إلى كأس العالم، ساهم في وصول المنتخب أيضا إلى نهائي كأس آسيا، وكان له دور أساسي وكبير في بطولة 2007 اللي كانت في 4 دول في من ضمنها إندونيسيا وفيتنام. مسيرة كبيرة، مسيرة حافلة. أعتقد لاعب بحجم ياسر القحطاني كان يستحق فعلا هذا التكريم. يشكر طبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه باللاعبين القدامى. صراحة يمكن الموسم الماضي شاهدنا أعتقد اعتزال فهد الهريفي. أيضا السنة هذه ياسر لا شك قبلها كمان فؤاد أنور أيضا. أعتقد أن أكيد لابد أن كثير من اللاعبين يعني ترى حفلات أو مباريات الاعتزال قلت بشكل كبير في أو تقريبا انتهت في الوطن العربي، أحيت مرة ثانية في المملكة العربية السعودية. لا شك في نجوم كثير يستحقون يعني مثل اللاعب الكبير سعيد العويران أيضا يستحق لا شك تكريم على مسيرة طويلة يمكن خدم من خلالها الكرة السعودية. ياسر خدم نادي القادسية، خدم نادي الهلال، أيضا في دولة الإمارات لعب موسم جدا مميز مع نادي العين، توج هذا الموسم بفوز بطولة الدوري في 2012. نقطة مهمة من المؤتمر الصحفي ذكرها ياسر أنه وهو صغير في المدرسة يقول أنا كنت أقول أنا راح أكون كابتن المنتخب وكابتن الهلال. هذه رسالة لأي لاعب يعني طبعا في جميع مجالات الحياة، ولكن حاليا نتكلم عن الرياضة. متى ما كان عندك هدف أو طموح أو حلم وأمنت فيه تصل للهدف، بس لابد أنك تكون مؤمن في شيء. يعني لا تقول والله أنا أتمنى أكون كابتن الهلال بس صعب، ما راح توصل. لا، لابد أنك يكون عندك إيمان، والإيمان هذا طبعا فيه متطلبات كثير. لابد انك تتعب، لابد انك ما في شيء يعني يجيك بالساهل يعني، لا لابد انك تتعب على اساس انت توصل لهدفك. هذه ابرز نقطة صراحة يعني لفت نظري فيها، ويجب ان هذا المسج يروح لمعظم لعيبتنا كلهم الصغار، ان اللي يبغي يوصل ترى بيوصل، بس لابد انه يتعب وانه يؤمن بالهدف هذا، يؤمن انه قادر على انه يوصل للهدف. النقطة المهمة الثانية اللي هي نقطة محمد نو، يعني يشكر صراحة ياسر على حرصه صراحه. يعني نحن كنا نسمع كثير عن المشاكل، ولكن كره القدم فيها امور كثير ساميه يعني، وفيها اهداف وفيها رسائل جميله جدا. من ضمن الامور هذه انه كان حريص على ان محمد نور يشارك. لا شك ان محمد نور لاعب كبير ويستحق كثير من التقدير من جميع المسؤولين، من جميع الرياضيين في المملكه العربيه السعوديه. خدم المملكه، خدم نادي الاتحاد، قدم ايضا نادي النصر، قدم الشيء الكبير. في يوم من الايام انا متاكد ان شاء الله ان بنشاهد ان شاء الله محمد نور ايضا في حفل يليق بما قدم محمد نور. شكرا لياسر على هذه المسيره الجميله. ان شاء الله ان نتمنى له غدا يوم مميز ويوم حافل ان شاء الله يفرح به ان شاء الله، وجميع الرياضيين والمدعوين إن شاء الله. والجماهير.